أردوغان يفاجئ الأوساط السياسية بإعلانه إجراء انتخابات مبكرة في 24 من يونيو المقبل، أي قبل عام ونصف عام من موعدها المقرر، وسط مخاوف من التراجع الاقتصادي التركي الذي انعكس سلبيا على العملة. محللون يرون أنها حيلة من أردوغان قبل تراجع شعبيته مع تدهور سعر الليرة واستنزاف الأموال بعمليات عسكرية لاحتلال سوريا. الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة جاءت لاستباق أي تدهور اقتصادي كبير بسبب سعي أردوغان إلى سلطات أكثر شمولا حال فوزه بالانتخابات عبر تعديل دستوري يسمح له الترشح لولايتين رئاسيتين أخريين.